شو هي كلمة الفلك لمواليد الأسد بالأسبوع الثاني من شهر شباط فبراير 2023؟ كنت قلت لك بالأسبوع الماضي أنه بين 7 و9، يعني بأوائل هالشهر في تناغم بين كواكب معينة بتتحدث عن تغييرات أساسية تطرأ بحياة بعض مواليد الأسد. يعني أول هالأسبوع الثاني في شيء بده يطرق وبيغير المصير. من الممكن أنه تسمع مثلاً عن جريمة مروعة أو وضع حساس جداً تتناوله مع بعض الفئات، ويمكن يلجأ لإلك كتار للإصغاء لرأيك بهالمجال أو بمجال آخر بين الجمعة 10 والسبت 11. بهالأثناء بتأدي معون كبير للبعض وبتقوم بإجراءات بتجيب لك الإعجاب والمودة. يعني عندك دور بهالأسبوع ودور مهم يا عزيزي مولود الأسد. حافظ على تكتمك وتحفظك بين الأحد 12 والثلاثة 14، لأنه هالفترة معاكسة ويمكن تفضح أشخاص عم يضمرولك الشر. إياك والاتكال على أحد، إياك والانفعال. حافظ على برودة أعصابك طوال هالفترة وكون منفتح كمان على الصعيد العاطفي ولين جدا. يعني هيدي فترة فيها دقة وفيها مسؤولية، ويمكن يكون فيها كمان أمور مباغتة وغير متوقعة رح تحصل حولك. وإذا بدك تعرف أكثر بالتفصيل لازم تشترك بالأب، لأنه كل يوم بيومه في شو بيقول الفلك وشو بيقدر لك، حتى إذا نسيت بيذكرك انتبه بهاليوم أو خد راحتك بهاليوم.